ماتوا بالظبط 4 وفي 2 مصابين. هو البرج متهالك بدليل ان هم عملوا بديل له، ولما عملوا البديل بداوا يفكوا البرج التاني، شالوا جزء كبير منه اللي هو العالي اللي فوق، والجزء اللي تحت هو اللي فضل. ده اللي هو حصل فيه الايه؟ الموقف اللي حصل ده، الحلق الوفاه ووقوع البرج نفسه. ده دوت كده كله نزل عليه كله اتزنق في الكامر.